قواعد البرنامج: الاحترام الكامل لكل المرشحين أيا كانت خلفيتهم السياسية. البرنامج يهدف إلى مناقشة برامج المرشحين لمنح الناخب قدرة أكبر على اتخاذ قراره. على الجميع احترام التوقيتات المحددة للفقرات والإجابة عن الأسئلة. ضيوف المرشح الموجودون معنا في الاستوديو من أنصاره، وهم معنا لدعمه معنويا. لجنة الخبراء تناقش المرشح كل في تخصصه طبقا للتوقيتات المحددة. من حق المرشح الاعتراض على أي سؤال، ومن حقه أن يرفض الإجابة عنه. من حق مدير الحوار أن يطلب من اللجنة أو من المرشح توضيح أي نقطة ملتبسة أو غير واضحة. من حق مدير الحوار التدخل للحفاظ على مسار البرنامج وتوقيتاته الزمنية. طول عمرها كده، من أول ما بنفتح عينينا على الدنيا وبنلاقي نفسنا بنكبر في مسؤولية حد تاني. منهم اللي ما اخترناهوش ولا هو اخترنا، ومنهم اللي غيرنا اختاره لنا: صاحب الكورة، ناظر المدرسة، المديرة في الشغل. نادرا ما بيكون عندك الاختيار، بعكس الفرصة اللي قدامك دلوقتي. فرصة جايالك مخصوص بتسألك عايز مين رئيسك. فرصة ما ينفعش انها تضيع إلا على الاختيار الصحيح. انتخابات الرئاسة أهم حدث هتشهده مصر، وانت الحكم. انتخب رئيسك، اختاره بنفسك. لجنة الانتخابات الرئاسية، صوتك هيفرق. البيت، هل هو حصن نحتمي به أم سجن يخنق أحلامنا؟ ما الذي يختبئ خلف الجدران؟ ما تخفيه جدران البيوت أكثر مما تراه العين. مسلسل الأوراق المتساقطة، الجزء الثاني. الماضي ليس مجرد مكان تسكنه الذكريات. الماضي أساس الحاضر والمستقبل. من يفقد ماضيه؟ من لا يعرف حقيقته؟ من أحبني؟ من أبكاني؟ من يعرفني؟ من أنا؟ مسلسل ندى العمر. أكبر وأهم برامج اكتشاف المواهب، ستار أكاديمي يعود يوم الخميس 26 سبتمبر على شاشة سي بي سي. استمتع بحفلة برايم مبهرة بيشارك فيها ألمع نجوم الوطن العربي. كل خميس الساعة 8 بالليل، وتابع يوميات الشباب كل يوم الساعة 7 بالليل. مواهب مش عادية ومغامرات فنية كل يوم. ستار أكاديمي، خلي نجمك يلمع. أكبر وأهم برامج اكتشاف المواهب، ستار أكاديمي يعود يوم الخميس 26 سبتمبر على شاشة سي بي سي. استمتع بحفلة برايم مبهرة بيشارك فيها ألمع نجوم الوطن العربي. كل خميس الساعة 8 بالليل، وتابع يوميات الشباب كل يوم الساعة 7 بالليل. مواهب مش عادية ومغامرات فنية كل يوم. ستار أكاديمي، خلي نجمك يلمع.
لأول مرة في الوطن العربي بيبسي تقدم The X Factor، برنامج اكتشاف النجوم العالمي الذي حقق أعلى نسبة مشاركة ومشاهدة أخيراً في الوطن العربي. إن كنت تملك الصوت والحضور والقدرة على الإبهار، إذن فأنت تملك الإكس فاكتور. شارك في أحد الفئات، البنات والشباب من 16 إلى 25 عاماً، البنات والشباب فوق 25 عاماً، الفرق الموسيقية. حضر 3 أغاني من اختيارك، اصطحب أهلك وكل أصدقائك، ربما تكون النجم العربي الأول للإكس فاكتور. شارك في اختبارات الأداء في الإمارات في 6 نوفمبر، الساعة 8 صباحاً بمسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون البرشا مول الإمارات الطابق الثاني. استعد للشهرة والنجومية، استعد للإكس فاكتور. هذا البرنامج يأتيكم من بيبسي.